تجد الداب الملموس لعدالة قضيتنا. وإننا نعتزم القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهو نتيجة طبيعية للداب المتوسل للإدارات الأمريكية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية. فهذا التوجه يعزز بشكل لا جهة فيه العملية السياسية نحو حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما أن افتتاح أكثر من 24 دولة قنصليات في مدينة العيون والدخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي. هو أحسن جواب قانوني ودبلوماسي على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ليس صريحا أو ملموسا. ومن حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق. شبير عزيزي، إن المغرب لا يتفاوض على صحرائها. مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. وعلى هذا الأساس نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار ومواصلة التنسيق والتعاون مع بعثة مينيوسو في نطاق اختصاصاتها المحددة. وفي هذا الإطار نجدد التعبير لمعالي أمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ولمبعوثه الشخصي الدعم الكامل للجهود التي يقوم بها من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في أسرع وقت ممكن. وهنا نلح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007 والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف برعاية الأمم المتحدة. شبير عزيز، إن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فهي تعرف نهضة تنموية شاملة من بنيان تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية. وبفضل هذه المشاريع أصبحت جهات الصحراء فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي. ولدينا والحمد لله شركاء دوليون صادقون يستثمرون إلى جانب القطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية وما يعود بالخير على ساكنة المنطقة. ونود هنا أن نعبر عن تقديرنا للدول والتجمعات التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة لأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية. ومن جهة أخرى فإن المجالس المنتخبة لأقاليم وجهات الصحراء بطريقة ديمقراطية وبكل حرية ومسؤولية للممثل الشرعي الحقيقي لسلطات المنطقة. وإننا نتطلع أن تشكل قاطرة لتنزيل الجهوية المتقدمة بما تفتحه من آفاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية. شعبي العزيز، إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية وهي المملكة وهي قضية كل المغاربة، وهو ما يقتضي من الجميع كل من موقعه مواصلة التابعه واليقظة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد ولروح مدها والدنا المنعم جلالة الملك حسن الثاني أكرم الله مثواه وكافة شهداء الوطن الأبرار.
ونصل بهذه المناسبة لنهدئ الشعوب إلى المغاربية الخمسة المتيمنياتنا الصادقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل الوحدة والاستقرار. ونود في الختام أن نوجه تحية إشادة وتقدير لكل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والإدارة الترابية والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحضور أبرز الشخصيات العسكرية والمدنية وممثلي المصالح الخارجية هنا بمكناس وكذلك ممثلي المؤسسات القضائية وغيرها. مباشرة مشاهدين ومتابعين على المباشر السيد العامل صاحب الجلالة السيد عبد الغني الصبار وكذلك برنامجي وعدد من الحضور هنا. السيد العامل تابعتم مشاهدينا متابعي قناة شفتي، كانت هذه هي الأجواء ننقلها لكم على المباشر. حضور أبرز الشخصيات هنا المدنية والعسكرية وكذلك حضور دائما على المباشر سوف هنا حفل شهري مشاهدينا على شرف الحضور، فغادي نحاولوا ناخذوا يعني تعليق بعض او ارتسامات بعض الحضور لممثلي المدينه. وكذلك يحضر السي عبد الواحد الأنصاري على المباشر. بغيناك السي عبد الواحد
الساعة الواحد يحضر معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ناخذوه الساعة الواحد الأنصاري كما العادة واللي يعني تعطينا يعني الخطوط العريضة خصوصا بعد الخطاب الملكي اللي عنده حمولة قوية. شنو يعني ممكن اختصاصكم حول هذا خطاب صاحب الجلالة اليوم؟ كان خطابا كالعادة وكعادة جلالته، خطابا نصوحا، خطابا يراعي حسن الجوار، يراعي بناء المؤسسة أو الوحدة المغاربية. لكن رغم ذلك كانت فيه حمولة أخرى في هذا الخطاب، أولها أن لا تفاوض حول مغربية الصحراء، ثانيا دعوة شركائنا الحقيقيين إلى مواقف أكثر جرأة بخصوص وحدتنا الترابية. كذلك كانت الإشارة القوية من جلالته إلى ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية يتمنها الجميع ويثني عليها جميع المطلعين وجميع العارفين بما بهذه الجوانب التنموية في مناطقنا الجنوبية. كذلك أشار وأشاد جلالته بالدعم اللامشروط الذي تقدمه كثير من الدول الإفريقية والعربية على وجه الخصوص لوحدتنا الترابية، وجاء ذلك عندما أشار جلالته إلى أن هناك 24 تمثيلية قنصلية من دول إفريقيا ومن دول عربية بكل من مدينتي العيون والدخلة، بالإضافة إلى إشادة طبعا جلالته بما عرفته هذه المناطق من انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة قوية للساكنة التي انتخبت ممثليها الشرعيين الحقيقيين من خلال صناديق الاقتراع، وهم اليوم يؤدون مهامهم على كما أدوه في الفترات السابقة على الوجه المطلوب، مساهمة منهم وإشارة منهم لجميع المكونات المجتمع الإقليمي والدولي بأنهم هم الممثلون الشرعيون الحقيقيون لساكنة الجنوب. وأيضا جاء في خطاب جلالته الإشادة بالموقف ديال الأمريكي فيما يتعلق بالإدارة السابقة في القرار السيادي الأمريكي الذي جاء ليؤكد بأن سيادة المغرب سيادة كاملة على أراضيه الجنوبية. وأيضا جلالته أكد مرة أخرى للمنتظم الدولي بأن المغرب لا زال يمد يديه ولكل المبادرات الدولية وللمساعي التي يقوم بها السيد الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه في الأقاليم الجنوبية، وطبعا الإشادة بالعمل ديال قوات المينيرسو. وفي الأخير طبعا كالعادة وكذلك تكريم جلالته لما يقوم به والإشادة لما تقوم به قواتنا المختلفة من قوات مسلحة ودرك ووقاية مدنية وإدارة ترابية، المجهودات التي تقوم بها لصيانة حوزة الوطن وللدفاع عن وحدتنا الترابية. شكرا لك سعد واحد الأنصاري، وكما تابعتم معنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وعلى المباشر، كانت هذه تصريح من السي عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس، وكذلك الرسائل الواضحة، فمن يهمه الأمر فالمغرب ما زال في طريقه الحمد لله، ومسيرته لا زالت مستمرة، مسيرة البناء والتنمية دائما تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كنتم معنا من هنا من العاصمة الإسماعيلية، تابعتم معنا الخطاب الملكي السامي من هنا، كان معكم مراسل القناة منير، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.